مرحبا بكم متابعي قناة LSTV اللي هي قناة مختصة في مجال الرياضات القتالية. معكم أمين في فيديو جديد، وموضوع هذا الفيديو غادي يكون حول أغنى المقاتلين في العالم لسنة 2018. سبق وطرحتوا علي سؤال، هو من هي أغنى رياضة قتالية في العالم، وكانت هي الملاكمة بطبيعة الحال. لذلك كل اللي تصنفوا هذا التصنيف أغنى المقاتلين كانوا ملاكمين. أغنى المقاتلين في العالم كانوا 5، وغادي نحاول في هذا التصنيف أنني ندير توب 5، يعني غادي نبدأ من الأقل دخلا إلى الأعلى دخلا. بداية بالملاكم الكازاخستاني جينادي غولوفكين. اللي ما كيعرفش جينادي غولوفكين هو الملاكم الأسطوري لدولة كازاخستان، ملاكم رائع، وسبق ليه خاض نزال قوي جدا ضد الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز، وقدر يحقق في هذه السنة فقط اللي هي سنة 2018 25 مليون دولار أمريكي. في المرتبة الرابعة العملاق البريطاني الغني عن التعريف أنتوني جوشوا. أنتوني جوشوا قدر يفرض نفسه بشكل كبير في الوزن الثقيل لرياضة الملاكمة. جوشوا قدر يحقق في سنة 2018 مبلغ بقيمة 35 مليون دولار أمريكي. في المرتبة الثالثة فخر المكسيك كانيلو ألفاريز. كانيلو ألفاريز أيضا أصبح من أغنى الملاكمين في العالم، وقدر يحقق ثروة حقيقية بقيمة 44 مليون دولار أمريكي. في المرتبة الثانية الإيرلندي كونور ماغريكور. كونور ماغريكور غادي تستغربوا علاش صنفته من الملاكمين، لأنه حقق هالثروة من الملاكمة، وخاصة من النزال اللي جمعوا بالملاكم الأمريكي فلويد مايويدر. كونور ماغريكور قدر يحقق من بعد هذا النزال 99 مليون دولار أمريكي، ثروة خيالية قدر يحققها في واحد الفترة وجيزة جدا. في المرتبة الأولى بطبيعة الحال الملاكم الأمريكي فلويد مايويدر. فلويد مايويدر كيتصدر قائمة أغنى الملاكمين في العالم منذ سنوات، ماشي غير أغلى الملاكمين في العالم وإنما أغنى الرياضيين في العالم بشكل عام. فلويد مايويدر في سنة 2018 قدر يحقق ثروة خيالية كتبلغ القيمة ديالها 285 مليون دولار أمريكي، وهو فرق شاسع جدا في الثروة عن باقي الرياضيين. مبلغ ضخم جدا لفلويد مايويدر، واللي كيخول لي انه يكون من بين اغنى الرياضيين عبر التاريخ. اذا هذه كانت قائمة اغنى رياضيين الرياضات القتالية لسنة 2018. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنساوش متابعة القناة وايضا دعم الفيديو بزر الاعجاب. شكرا جزيلا لكم، الى اللقاء في فيديو قادم.